حققت مملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، حققت خطوات رائدة في خط سير الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وأنجزت العديد من مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات في هذا المجال بهدف تحقيق حياة كريمة مستدامة للطفل. كاملة لتنمية الطفولة في كافة مراحله العمرية تربويا وثقافيا ونفسيا في ضوء القيم والمبادئ بهدف بث الاطمئنان في نفس الطفل وتوجيهه من خلال السياسات والبرامج المعنية. فمملكة البحرين أولت اهتمامها البالغ بالأسرة على اعتبارها أنها ركن أساسي في التنشئة الاجتماعية السالمة للطفل، حيث خطط المملكة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد حميدان خطوات نوعية نظرا لمراعاتها خصوصية الطفل وصونها وحمايته وتنشئته التنشئة المنشودة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطفولة بما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. كما عملت على وضع السياسات والتشريعات التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة الأطفال. الاستراتيجية الوطنية لحماية للطفولة واللجنة الوطنية للطفولة يعني قطعت شوط طويل في تحقيق أهدافها في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الحماية، في مجال التمييز، ضمان عدم التمييز والمشاركة والاندماج في المجتمع. كل هذه المجالات هناك لجان متخصصة، هناك تعاون وثيق مع وزارات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطفولة لتنمية الطفولة. ترجمت هذه الاستراتيجية الرؤية المشتركة والمبادئ الأساسية الواردة في وثيقة الأمم المتحدة إلى إطار ملموس، وركزت على ثلاث أسس محورية وهي احترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة. على مستوى يعني الحماية تشمل تأهيل ذوي الإعاقة أو ذوي العزائم، تشمل مكافحة أي نوع من مظاهر التمييز بين الأطفال، التنشئة السليمة، تقوية التعليم، الصحة الإنجابية. حقيقة يعني الاستراتيجية تمتد بعد ما جدد مجلس الوزراء لخمس سنوات أخرى إلى 2022، عرضناها على الصعيد الدولي ولاقت استحسان كبير، وآخرها كان هو ساعتي الراحة للمعاق أو ولي الأمر. وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالا لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضمان حقوق الطفل والنهوض بأوضاع الأطفال وخلق بيئة آمنة تمكن الأطفال من ممارسة حقوقهم، الأمر الذي أسهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان وحقوق الطفل تحديدا، والذي تحقق بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف ومساندة سمو رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.